وكان في تلك الكرة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. وإذ ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقبطا مضجعا في مزود. وظهر بغدة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. مشاهدين الكرام، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب، ودي حلقة خاصة بمناسبة ميلاد، ذكرى ميلاد وفرحة الميلاد، ميلاد شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. بنصلي من أجلكم، بنصلي من أجل بيوتكم، بنصلي من أجل بلادنا العربية، لكي ما تختبر فعلا سلام الله الذي يفوق كل عقل، على الأرض السلام وبالناس المسرة. تكون النهاردة حلقة خاصة يعني مزيج من التأملات والترانيم، ومعانا طبعا المرنم المحبوب بيتر جمال، حضراتكم تعرفوا لأنه معانا في البرنامج باستمرار، فنصلي أنه رب يستخدمه ويباركه النهاردة معانا في هذه الحلقة. ميلاد الرب يسوع، فرحة الميلاد، فرحة الميلاد. ولما نتكلم عن التجسد، نتكلم عن ميلاد شخص ربنا يسوع المسيح، دايما بيجي السؤال هو ليه الكلمة تجسد؟ لماذا التجسد؟ لماذا أتى يسوع المسيح إلى أرضنا وحل بيننا؟ لماذا صار الكلمة جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا، كما قال لنا البشير يوحنا في إنجيلي في أصحاح 1 وفي عدد 18؟ لأن المسيح أتى لكي ما يخلصنا، أتى لكي ما يخلصنا. الذي إسكان في صورة الله لم يحسب نفسه خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. جاء الرب يسوع لكي ما يضع نفسه من أجلنا، جاء لكي ما يموت نيابة عنا ويحمل عقاب خطايانا. عشان كده إحنا النهاردة بنحتفل بميلاد المسيح، وبنقول مع الرسول بولس بالإجماع: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. برحب بيك أخويا بيتر معنا. شكرا دكتور أشرف. وأنا عارف أن أنت يعني على قلبك كتير وعندك ترنيمات كتيرة، لكن خلينا نبدأ بترنيمة جديدة عن الميلاد، مش كده؟ دي ترنيمة جديدة؟ الحقيقة هي ترنيمة جديدة، كلمات أخويا مدحت نجاح ولحن جون لويس، أصدقائي من فلوريدا، بمسي عليهم يعني أو بصبح عليهم. طيب أمين يعني أول مرة رنمها يعني. طب حلو أوي، طب نسمعها ويسمعوها الأخوة المشاهدين معنا. أمين أمين. أسم التاريخ بمعاده، ودانا رجاء بميلاده. قسم التاريخ بمعاده، ودانا رجاء بميلاده. على الأرض بين كل الناس وبدينا حياة بحياته. يا إلهنا دي قلوبنا متعلقة فيك، بدايتنا والنهاية هتكون بيك، واحدة
احتفالنا بميلادك لينا وفينا أكيد ده مفرح قلوبنا يا إلهنا دي قلوبنا متعلقة فيك بدايتنا والنهاية هتكون بيك واحتفالنا بميلادك لينا وفينا أكيد ده مفرح قلوبنا قبل العالم كان موجود ولا لكان للكون ده حدود قبل العالم كان موجود ولا كان للكون ده حدود والزمن لما اكتمل بميلاده بقى لينا حياة ووجود يا إلهنا دي قلوبنا متعلقة فيك بدايتنا والنهاية هتكون بيك واحتفالنا بميلادك لينا وفينا أكيد ده مفرح قلوبنا ولا أعظم منه شفنا إله ولا لقينا في غيره حياة عظيم وبنفسه تجسد مبارك اسمك يا ابن الله ولا أعظم منه شفنا إله ولا لقينا في غيره حياة عظيم وبنفسه تجسد مبارك اسمك يا ابن الله يا إلهنا دي قلوبنا متعلقة فيك بدايتنا والنهاية هتكون بيك واحتفالنا بميلادك لينا وفينا أكيد ده مفرح قلوبنا عظيم عاش بينا كفقير وفي ايده لينا كل الخير ملك الملوك عاش كالعبيد علشان يرفع راسي ومقامي يا إلهنا دي قلوبنا متعلقة فيك بدايتنا والنهاية هتكون بيك واحتفالنا بميلادك لينا وفينا أكيد ده مفرح قلوبنا يسوع طريق وحقيقة معصوم من كل خطيئة أزلي أبدي ومعانا والحي في كل دقيقة يا إلهنا دي قلوبنا متعلقة فيك بدايتنا والنهاية هتكون بيك واحتفالنا بميلادك لينا وفينا أكيد ده مفرح قلوبنا قبله كنا في عبودية ويسوع هو الحرية أسد من سبط يهوذا مخلصه وزراعه قوية طبعاً أنا مش برنم لسببين السبب الأولاني إن أنا ترنيمة جديدة أول مرة أسمعها
بسبب تاني طبعا وانت عارفه. انا ما ينفعش ان انا ارنم جنبك. السبب الاول يعني انا دايما لما باجي جنب المرنمين بعرف ان انا ايه قدراتي في الترنيم محدوده. هو السبب الاول انا عارفه، السبب الثاني مش مقتنع بيه. نشكر ربنا فعلا لاجل قد ايه ميلاد المسيح وتجسد الكلمه يعني غير مجرى التاريخ كله. ودايما السؤال باللي بنسأله هو ليه المسيح تجسد؟ لماذا التجسد؟ انتوا ليه يعني عاملين مشكلة وتكلموا عن انه لازم المسيح كان يأتي ولازم الكلمة يتجسد ويأتي الى عالمنا؟ لماذا التجسد؟ يعني ليه التجسد؟ اعتقد انه الوحيد اللي ولد على هذه الارض بفكر الموت هو شخص الرب يسوع. يعني احنا كلنا بنولد بفكر الحياة، ولما أولادنا بيولدوا بفكر الحياة، احنا كمان بنبقى نظرتنا ليهم الحياة. عمرنا ما بنفكر الرب يعني يعني ما يسمعش، عمرنا ما بنفكر انه موت. كويس، الوحيد اللي ولد وحتى مريم العذراء عارفة انه هو ولد وأتى إلى هذا العالم لكي يموت هو شخص الرب يسوع. عشان كده في آية في إنجيل مرقس وفي أصحاح 10 وعدد 45 بتقول إيه؟ هو الرب يسوع قال لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم، هو ما جاش يقعد والناس تخدمه، بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. يعني هدف مجيئه للعالم، هدف التجسد، هو انه يقدم نفسه فدية عن كثيرين. كمان في آية اخرى في غلاطية 4 الرسول بولس بيقول لنا ايه؟ ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. يبقى هو يبذل نفسه فدية ويفتدي الذين ايه؟ تحت الناموس. وده اللي بيخلينا نأتي إلى الميلاد بفرح، إنه إلى هذه الدرجة الله أحبنا، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. وبنيجي نحتفل بيسوع المسيح الذي افتقد عالمنا ودخل إلى عالمنا لكي ما يفدينا ولكي ما يخلصنا. أمين. في ترنيمة بالمناسبة دي صح؟ طبعا أكيد. أنا عارف أن أنت عندك كتير النهاردة يعني. فإحنا هنحاول أن احنا يعني ناخد مجموعة على قد ما يسمح الوقت من الترنيم. طفل جماله سبى ميلاده بدد أحزاني، ربي هنا علشاني، فرحتي مش سيعاني. طفل جماله ميلاده بدد أحزاني، ربي هنا علشاني، فرحتي مش سيعاني. هللويا يا شعب الرب، هللويا يا شعب الرب، إلهنا يسوع نزل من السماء على الأرض. هللو يا شعب الرب، هللو يا شعب الرب، بميلاده خلاصي حسب البشارة حسب الوعد، أعظم عطية سماوية إن أنت جيت لينا هدية،
ماجد بخطة إلهية فيها حياة ونجاة ليا، أعظم عطية سماوية إن أنت جيت لينا هدية، جيت بخطة إلهية فيها نجاة وحياة ليا. هللويا يا شعب الرب، هللويا يا شعب الرب، إلهنا يسوع نزل من السماء على الأرض. هللويا يا شعب الرب، هللويا يا شعب الرب، بميلاده وخلاصي حسب البشارة، حسب الوعد، حسب البشارة، حسب الوعد، حسب البشارة، حسب الوعد. عشان كده عندنا يعني آيات كتير جدا، نبوات في العهد القديم كتيرة جدا بتتكلم عن ميلاد المسيح، يعني ابتداء من سفر التكوين وأصحاح 3 وعدد 15، لما يقول إنه أضع عداوة بين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. تكلم عن المسيح الذي يأتي من نسل المرأة، وبعدين بيكلمنا عن إن المسيح هيأتي من إبراهيم، من نسل إبراهيم، إنه في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، ومش بس من نسل إبراهيم، جي يعقوب وبعدين جي إسحاق وبعدين جي يعقوب، لكن كمان يعقوب جاب 12 سبط، من سبط يهوذا أتى الرب يسوع، هو الأسد الخارج من سبط يهوذا، هو من سبط يهوذا. لكن كمان اتكلم الكتاب عن مكان ميلاده، اتكلم عن بيت لحم أفراتة في ميخا 5 وعدد 2، وأما أنت يا بيت لحم أفراتة فلست الصغرى بين سباط إسرائيل، لأنه منك يخرج الذي لي. فبيتكلم عن ميلاد المسيح في بيت لحم. كمان في إشعياء 7 وعدد 14 بيتكلم عن الطريقة اللي يدخل بها إلى العالم، بيكلمني عن هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، بيكلمني إزاي هيأتي من عذراء. نبوات كتيرة جدا، يعني إحنا بس بنحاول نتكلم على النبوات الخاصة بالميلاد، لكن هناك نبوات خاصة بخدمته، نبوات خاصة بموته، بقيامته، بمجيئه التاني. العهد القديم مليان كله. أكتر شخصية على وجه الأرض يعني اتقال عنها نبوات واتحققت هذه النبوات بالزبط وبالحرف كان هو شخص يسوع المسيح. عشان كده بنعرف أنه لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. هو ليه حتمية بقى التجسد؟ يعني في تجسد الرب يسوع، في النص الكتاب بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا في عبرانيين اصحاح 2، بيقول لنا اذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس، ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبوديه. المسيح تجسد وأتى زي ما قلنا لكي يبيد بموته ذاك الذي له سلطان الموت. عشان كده احنا بنفرح بالميلاد وبنفرح بمجيء شخص ربنا يسوع المسيح، وبنؤكد للمشاهدين وبنؤكد لكل اللي بيشاهدونا في كل مكان انه الله الى هذه الدرجة احبنا، إذ لم يبخل علينا بأن يعطينا ابنه وحيده يسوع المسيح لكي يموت نيابة عنا كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا. أمين. أمين.
سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. يا سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. يا سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. يا سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. اللي تجسد هو الله الظاهر بغنى الإله، اللي تجسد هو الله الظاهر بغنى الإله. وفينا نرى من لا يرى، يا سلام على حبه، يا سلام يا سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. يا سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. اللي تجسد هو النور الكائن في الأب كسرور، اللي تجسد هو النور الكائن في كسرور. أرسله كنور من نور، يا سلام على حبه، يا سلام يا سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. يا سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. اللي تجسد هو الجميل، وهو الطريق هو الدليل. اللي تجسد هو الجميل، هو الطريق وهو الدليل. يدعى اسمه عمانوئيل، يا سلام على حبه، يا سلام يا سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. يا سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. اللي تجسده هو الذبيح، جه يفدي البشر طريح. اللي تجسده هو الذبيح، جه يفدي البشر الطريح. هو المسيح وله تسبيح، يا سلام على حبه، يا سلام يا سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. يا سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. اللي تجسد هو الحي، يحيينا من موت الخطيه. اللي تجسد هو الحي، يحيينا من موت الخطيه، ويكملنا في كل شيء. يا سلام على حبه، يا سلام يا سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. يا سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. اللي تجسده هو القدير على كل شيء وهو البصير. اللي تجسده هو القدير على كل شيء وهو البصير. احتياج البشر الكبير، يا سلام على حبه، يا سلام يا سلام على حبه، يا سلام
خلاه يجي بينا كإنسان. يا سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. اللي تجسد هو يسوع، فيه النعم وهو الينبوع. اللي تجسد هو يسوع، فيه النعم وهو الينبوع. صار في البشر مرئي ومسموع. يا سلام على حبه، يا سلام يا سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. يا سلام على حبه، يا سلام خلاه يجي بينا كإنسان. جميلة جميلة الترنيمة، لأنه فعلا كل حاجة عملها الله عملها بدافع حبه للإنسان، حتى من أول الخليقة أنه ربنا خلق الكون وأعد الكون علشان يضع فيه الإنسان، فده برهان على محبته. عندما سقط الإنسان في ولحظة سقوطه، الله أعطاله الوعد أيضا أنه نسل المرأة يسحق رأس الحية. السؤال دايما البعض بيسأله، إزاي نعرف الله؟ إزاي نعرف الله؟ والعهد القديم بيقول لنا عن الله، بالرغم أن الله يعني أظهر ذاته في العهد القديم كتير جدا، لكن في آية في سفر إشعياء بتقول كده، أنت محتجب يا الله. الله بالنسبة للعهد القديم أو لليهود كان محتجب، كان حتى في الهيكل كان وراء الحجاب، ما كانش حد يقدر يدخل وراء الحجاب إلا رئيس الكهنة مرة في السنة لكي ما يكفر عن خطايا الشعب في يوم الكفارة العظيم. لكن في العهد الجديد كمان في أعمال 17 لما بولس راح أثينا قال لهم إنه الإله المجهول، هم كانوا بيعبدوا إله يجهلونه، يعني عاملين معابد لكل الآلهة وعاملين كده مكان وكاتبين عليه للإله المجهول. فالله بالنسبة لليهود كان وراء الحجاب، بالنسبة للأمم كان مجهول. طب إزاي الإنسان يعرف الله؟ عش كده أتى الرب يسوع، هو الإعلان الكامل عن شخص الله. هو قال عن نفسه أنه يعني زي ما تكلم عنه في إنجيل يوحنا وفي أصحاح واحد يقول إيه، الله لم يره أحد قط. طب وبعدين إزاي أنا أعرف الله؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب قد خبر. فالإعلان الكامل عن شخص الله رأيناه في يسوع المسيح، كده هو قال من رآني فقد رأى الآب. وكمان كاتب العبرانيين في أصحاح واحد وفي عدد واحد إلى عدد ثلاثة يقول لنا الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة عملي كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في مين؟ في ابنه. بس مسكتش هنا، قال الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عامل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. يعني كمال إعلان الله. طب أنا عايز أعرف الله، عايز أعرف الله، تعالى إيه يسوع المسيح، لأنه يسوع المسيح هو الإعلان الكامل الحقيقي عن شخص الله. هو الكلمة المتجسد، هو فكر الله، هو عقل الله المتجسد الذي أتى إلينا. عشان كده كل من كان يتقابل مع المسيح كان يتقابل مع الله نفسه، وحتى اللقاءنا إحنا بالمسيح هو لقاء مع الله نفسه. وأنا بقول لك عزيزي المشاهد، أنت مش محتاج تدور عن الله فين، الله بيقول لك أنا موجود، أنا موجود. عشان كده تعالى ليسوع المسيح لكي ما تتقابل مع الله وتعرف محبة الله وقداسة الله وبر الله وغفران الله وكل البركات اللي الله عايز يعطيها ليك في شخص ابنه يسوع المسيح. فالمسيح في تجسده أعلن لنا من هو الله، أعلن لنا الله
ما لناش معلومات عنه، لكنه رأينا الله في وجه يسوع المسيح. بالمناسبة يعني احنا بنتكلم عن صورة الله اللي شفناها في المسيح، في ناس كتير صورة الله ما زالت مشوهة عندهم، وفي ناس كتير، ما بتكلمش على الناس العامة، الناس انا بتكلم على المؤمنين الولاد الله الحقيقيين، ما زالت برضو صورة الله مخلوطة جواهم بالثقافة الشعبية والغير مسيحية والوثنية وأمور كتيرة، في رتوش كده يعني لخبطة كده عن صورة الله، برضو مش صورة الله البيور اللي شفناها في المسيح هي اللي جواهم. وبرضو ما زلنا يعني بنخلط ما بين صورة الله والحقيقية اللي في المسيح وصورة الله اللي بتتقدم لنا أو اللي بنسمعها. يعني إزاي نقدر نشوف الله بالكامل في المسيح؟ إزاي نقدر ننسى صورة الله دي اللي فينا، إنه الله بعيد وجبار وبينتقم؟ إحنا عندنا كمؤمنين ساعات بنظن إن الله هو اللي بيجيب الأمراض وهو اللي بيشفي، معرفش إزاي يعني إن هو بيجيب الأمراض وبيشفي. يعني إحنا بنتكلم على شخص غير سوي، يعني إحنا بنلصقه حاجات مش بتاعته كتير، هو اللي وعلشان نزوق الكلام روحي يقول سمح بكده وجاب كده، في حين ان الله لما شفناه في المسيح ما كانش بيعمل غير حاجة واحدة بس طول السكة وطول الوقت، كان بينقض كل أعمال إبليس وبيشفي كل متسلط عليه إبليس. ما شفناهوش عمل حاجة تضر حد، بالعكس كان بيطعم يقوم يشفي كل اللي إبليس حناهم، زي المرأة بتاعت يوم السبت اللي كانوا رافضين إنه يمد إيده عليها. شفنا صورة الله المحب اللي ماشي يدلق محبة على الناس ويقول لهم هو ده ربنا، ده هو ده الله. طب ليه احنا بالرغم من ان احنا بنشوفه وبنتوعظ كل حد وكل يوم وعلى الميديا وكل صور بنتكلم عن المسيح، ليه ما بنقولش اه يبقى هو ده الله، يبقى هي دي معرفة؟ حتى هو قال كده، اللي عايز تعرفني عايز تعرف الله بص عليا، عايز يعني لانه احنا للاسف، انا اجاوب باختصار طبعا. السؤال بتاعك ده سؤال كبير قوي وعميق، لكن احنا مش المصدر اللي بناخد منه المعرفة عن الله مش داخلين فيه في العمق اكتر. يعني انا اوقات كتيرة، ناس كتيرة بتاخد فكرة عن الله من خلال الاب الارضي. لو الاب الارضي وحش يبقى اكيد ابويا سماوي وحش. زي ما كان الاب الارضي عنيف يبقى ابويا سماوي عنيف. زي ما كان الاب الارضي ما بيهتمش يبقى ابويا سماوي ما بيهتمش. فتربت وهي جواها الصورة السيئة عن الله الآب، عن الإبوة. كويس، فالإبوة دي تشوهت جواها نتيجة خبرات شخصية. فالطريقة الوحيدة اللي أنا أقدر بيها فعلا يبقى عندي معرفة صحيحة عن شخص يسوع المسيح، هو أنه أدخل إلى الكتاب المقدس وأقرأ الأناجيل لكي ما تقابل مع المسيح. يعني الأناجيل هي أربع أناجيل بتقدم للمسيح بصور مختلفة، فأنا عشان أتقابل مع المسيح أنا محتاج أدخل إلى أشوفه هو وهو بيعيش، أشوفه هو بيتحنن، أشوفه هو بيجاوب على الأسئلة، أشوفه هو بيعلم، أشوفه هو بيمد إيده، أشوفه هو بيضع نفسه من أجل على عود الصليب، أتقابل معاه. فاهم؟ يعني مش بس كمان أكون معرفة نظرية من خلال قرايتي، لا، أنا بدخل والأناجيل بعتبرها كلمة الله اللي الله بيكلمني من خلالها، فبتقابل معاها، هي الكلمة الحية اللي بتقابل معاها مع شخص الله. يعني حضرتك عايز تقول إنه كلما اقتربت من المسيح وصورة المسيح وحياة المسيح والتصقت به من خلال العهد الجديد، من بالزبط. خلال الآيات، المعجزات، كل اللي عمله، كل مواقفه، أنا بتتحسن صورة الله طبعًا. المشوهة طبعًا. أوتوماتيك، وصورة الله بتتغير أوتوماتيك جوايا وبتختفي بعد الوقت. بالزبط. مع الوقت، مع كل بالزبط. والعكس صحيح، يعني كل ما ببعد عن المسيح كل ما بشوف صورة الله اللي بره، ده حقيقة، اللي هي ده حقيقي، لأن احنا يعني. المشكلة انه احنا اوقات كتيرة بنكون صورة سيئة من خلال المجتمع اللي احنا عايشين فيه، لأن احنا يعني. غصب عننا طبعا، بس يعني مثلا احنا عايشين في مجتمع اسلامي، فالصورة اللي بيقدمها لنا المجتمع الاسلامي عن الله انه الله بعيد، كويس،
ليس بالقريب من الإنسان، الله مذل، الله منتقم، الله جبار، دار، الله دار، دار دي احنا احنا بنعيشها للاسف. يعني الله كل اللي عايزه منك انه اعمل حاجات وانت مش فاهمها. هو عايز يذلك، هو عايز عايزك تصلي بطريقه معينه دون ان يكون قلبك، مش مشكله في القلب، المشكله في المظهر الخارجي، ازاي انت يعني تقوم بالفرائض دي. فتكون عندنا حتى احنا للاسف صورة غير حقيقية. وفي جزء تاني أوقات كتيرة للأسف إحنا كمان ما بنبقاش أنقياء. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه كتير من الناس ممكن نعيش حياة رياء، هو عايز يظهر بالصورة ولكنه جواه من جوا مصايب وخطايا وشرور وفجور، فالتدين الظاهري. احنا نحب اول حاجات التدينيه، التدين ده برضه المجتمع ليه دور في المجتمع طبعا، عشان احنا عايشين في مجتمع اوريدي متدين بالظبط. فانا لازم 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 انا اعرف ان علاقتي مع الله هي علاقه مع المسيح، ولازم يبقى هذه العلاقه علاقه شخصيه. والعلاقه الشخصيه مش ما انا ورثها من ابويا وامي، انا ممكن ابقى مولود في اسره مسيحيه لكن انا قلبي بعيد كل البعد عن شخص الله، ممكن اكون مولود في اسره غير مسيحيه لكن قلبي مفتوح لعمل الله اكتر. فانا لازم اتقرب لله، ولازم اطلب، ولازم يعني اقرا الانجيل، ولازم اصلي انه رب عرفني عنك اكتر واكتر، وافتح بصيرتي وافتح قلبي. ده انا كمان حتى بلاحظ في العباده، يعني ناس كتير بتقود عباده وبتقود تسبيح، بتعلم تعليم شوية شبه برضو اللي بنسمعه من التلك، إنه ربنا مستني عبادتك عشان يشبع، يشبع قلب ربنا. برضو نفس الكلمات بس المختلفة، المصطلحات المختلفة، لكن المعنى واحد، إنه ربنا مستني حاجة تشبعه فهو ناقص من غيرها. يعني أنا هكمل حاجة، هو الله مسبح وشبعان تسبيح وشبعان مجد، هو بالعكس هو بيحب يسمعني علشان بيستلذ، يعني لذتي مع بني مش نقصي. عشان كده عبادتي لا تزود لله شيء ولا تنقص منه شيء، لكنها تعبير عن العلاقة الشخصية اللي بيني وبين الله لزة. وده بالضبط، يعني وده أجمل شيء في العبادة، أن يكون في علاقة شخصية بين الإنسان وبين الله. يعني لما بيجي طفل صغير يقول لبابا شكرا على الهدية اللي أنت جبتها لي، أو شكرا على اللبس اللي أنت جبته لي في العيد، أو شكرا على أي موقف أنت عملته، هو الأب لا مستني شكر ولا هيفرق معاه، بس بيضحك وبيبقى فرحان ومبسوط. طب فرحان ليه؟ فرحان علشان في علاقة. بس هي دي القصة. يعني ده صح. عشان كده الإيمان المسيحي هو إيمان علاقة. الإيمان المسيحي هو المسيح. يعني سيبك من فكرة المسيحية بقى قوانين لا، الإيمان المسيحي في جوهره هو شخص المسيح. عشان كده المسيح في كل تعاليمه ما كانش بيقول اعملوا كذا 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 فتخلصوا. المسيح كان يقول ايه؟ انا هو نور العالم، انا هو خبز الحياة، انا هو القيامة والحياة، انا هو الطريق والحق والحياة. يعني عايز يجذبني الى شخصه، يلفت نظرنا عليه بالضبط. اول لما التفت اليه واقبل شخصه واعيش في علاقة معه، هي دي المسيحية. هي دي المسيحية. هعرف اعيش صح، هعرف اعبد صح، هعرف اخدم صح، لكن من غير كده كل الأشياء التانية بتلخبطها. مين؟ فهو المسيح أتى لكي ما يعلن لنا بالضبط شخص الله اللي احنا محتاجين نعرفه. أمين. نرنم؟ نرنم. نورك نور علينا يا يسوع وفرحنا بيه، كنيستك مليانة زينة، فرحانة وبتنادينا، فرحانة وبتنادينا، يا كنيسة خبري
يسوع وافرحنا بيه، كنيستك مليانة زينة، فرحانة وبتناديه، فرحانة وبتناديه، يا كنيسة خبري النور ده جاي عن أن التجسد مهم جدا لفداء الإنسان، أن رب يسوع أتى لكي ما يفدينا، لكي ما يخلصنا، وأتى أيضا لكي ما يعلن لنا الله في كمال إعلانه عن نفسه. لكن كمان واحدة من الأشياء المهمة جدا في التجسد أنه صار لنا رئيس كهنة عارف ضعفتنا ويرثي لضعفتنا. يعني كاتب العبرانيين في أصحاح 4 يقول لنا إيه؟ فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. ولأن لينا رئيس كهنة بهذا الشكل، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. مش كده احنا كمؤمنين في كل ما نمر فيه من تجارب نعلم أن الله يعلم، وفي كل ما جربنا فيه هو جرب لكنه بلا خطية، بلا خطية. في ناس اتطردت من بيوتها، المسيح أيضا جرب في هذا الأمر، في ناس تألمت، المسيح تألم. ناخد تليفون وبعدين نكمل تأملاتنا. الأخ فيلوبوس. أيوة. أي أهلا، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. أهلا وسهلا. هو
الشغله اللي عندي بدي اقولها، ليش العالم ما التجأوا مع المسيح وقتها؟ لا مش سامع. انا بقول لك ليش، ما عندي جواب. طب قول السؤال تاني. السؤال خط وقع. طيب، كان ليس له أين يسند رأسه، كان له ليس مكان، ليس له مكان يسند رأسه فيه. الرب يسوع أيضا تألم وخانوا أحد تلاميذه وأنكروا التلميذ الآخر، والتلاميذ كلهم تركوه عند الصليب فيما عدا يوحنا. جرب الألم والتعب والخيانة والجوع والبرد، كان يقول يصنع خيرا في كل، فيما كل ما هو قد تجرب جرب يستطيع أن أيضا يعين المجربين. عشان كده لما باجي للرب باجي وأنا عارف أنه هو عارف ظروفي، عارف أحزاني، عارف ألامي، هو مش بعيد عني، هو قريب جدا مني. وده بيشجعنا أو نحن لينا رئيس كهنة، هو عارف ضعفتنا. الرب يسوع يعلم ضعفتنا ويعلم أيضا صراعنا اليومي ويعلم أيضا احتياجنا اليومي كل يوم، هو يعلم. وجرب وجرب وجرب، عشان كده يقول لكي يعين يرثي لضعفتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بالخطية. احنا بنقع في الخطية لكن هو لم يسقط في الخطية. يعني أي حد دلوقتي بيتفرج علينا يقول بس أنا بمر بحاجات الله مش فاهم، مهما تقولوا لي المسيح ما شافهاش. انا جوزي عمل، انا مراتي عملت، انا ابني باعني، انا ترميت، انا دقت يعني هل في فعلا حاجات في عالمنا وفي حياتنا من بعد ما المسيح يعني عاش وخلص حياته وصعد، هل في اي انسان شاف الام اكتر من المسيح؟ لا طبعا، ده حمل كل عقاب العالم فوق راسه. يعني مجروح لأجل معصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلام عليه، يعني كل نتائج خطية الإنسان اللي هي الموت وضعت على رأس المسيح فحملها نيابة عنا. لا يوجد أبدا مهما، يعني دايما دايما كانوا يقولوا إيه فيلم The Passion of Christ أو ألام المسيح It's over. لا It's not over. ده جزء صغير من اللي حصل واللي حمله المسيح فعليا على الصليب. حضرتك بتتكلم على الألام النفسية اللي جازها، ألام نفسية وألام جسدية، وإنه جعل الذي لم يعرف خطية، يكفي جعل الذي لم يعرف خطية خطية من أجلنا. يعني حمل خطايانا لدرجة أنه يقول عنه في سفر إشعياء، يقول إيه؟ لا منظر له فنشتهي ولا جمال، فهو هو أبرع جمالا من كل بني البشر، ولا لا منظر، لا، لأنه خطايانا ونتيجة خطايانا جعلت منه هذا، أنه لا منظر له فنشتهي ولا جمال فننظر إليه، لكنه مجروح ومسحوق من أجل أثامنا ومن أجل خطايانا. هذا هو المولود، هذا هو المولود، هذا هو مولود بيت لحم. يعني مشغول نرنم ترنيمة الميلاد اللي بدأنا بيها، نحب أحب نقولها كمان لأنها جديدة، وحابب إن يعني الناس تشاركنا كمان فيها أكتر. ممكن ناخد منها عدد مثلا أو اتنين، ناخد منها عددين تاني. وبعدين ناخد ترنيمة تانية أو نختم بيها ممكن، وممكن يعني لو أنت عايز تقولها كلها طبعا يعني أنا حابب نختم بيها الوقت. لا احنا لسه قدامنا 10 دقايق. طيب في ترنيمة الحقيقة، يعني احنا طبعا دايما عيد الميلاد بيجي مع نهاية السنة، مع نهاية السنة، ودايما يعني بنحتفل بالمناسبتين مع بعض، بحلول عام جديد مع ميلاد يسوع طبعا. ففي كلمات برضو جديدة ربنا ادهاني ولحنها، بتقول كده: سنة حلوة معاك عدت وياك بالخير والرحمة وعنايتك، محفوظ في عينيك، متشال في ايديك، ده انت ابويا وانا ابنك. طب احنا ناخد الترنيمتين ورا بعض. امين. ماشي، امين. يبقى وقت كده. سنة حلوة معاك عدت وياك بالخير والرحمة وعنيتك،
متشال في ايديك محفوظ في عينيك، ده انت ابويا وانا ابنك. سنة حلوة معاك عديت وياك بالخير والرحمة وعنيدك، محفوظ في عينيك متشال في ايديك، ده انت ابويا وانا ابنك. كل سنين عمري في سترك وفي ظلك عايش بامان، ده انت حصني وبلجأ لك، ما بتنعس ربي ولا بتنام. كل سنين عمري في سترك وفي ظلك عايش بأمان، ده انت حصني بلجأ لك، ما بتنعس ربي ولا بتنام، ما بتنعس ربي ولا بتنام. عايش في سلام كل الأيام وفي حضنك أنام، وأنا متأمن معرفش كل الظروف رميها عليك ومسلمين. عايش في سلام كل الأيام وفي حضنك أنام، وأنا متأمن معرفش الخوف كل الظروف رميها عليك ومسلمين. كل سنين عمري في سترك وفي ظلك عايش بأمان، ده انت حصني وبلجأ لك، ما بتنعس ربي ولا بتنام. كل سنين عمري في سترك وفي ظلك عايش بأمان، ده انت حصني وبلجأ لك، ما بتنعس ربي ولا بتنام. سنة جاية معاك كلها بركات وبكل التعويضات السماء وياك، فرحان وياك شبعان في غناك، ده كفاية محبتك ليا. سنة جاية معاك كلها بركات وبكل التعويضات السماوية، فرحان وياك شبعان بغناك، ده كفاية محبتك ليا. كل سنين عمري في سترك وفي ظلك عايش بأمان، ده انت حصني وبلجأ لك، ما بتنعس ربي ولا بتنام. كل سنين عمري في سترك وفي ظلك عايش بأمان، ده انت حصني وبلجأ لك، ما بتنعس ربي ولا بتنام، ما بتنعس ربي ولا بتنام. كل سنين عمري في سترك وفي ظلك عايش بأمان، ده انت حصني وبلجأ لك، ما بتنعس ربي ولا بتنام. أمين. خلينا نختم بالكلمات اللي بدأنا بيها. يا إلهنا دي قلوبنا متعلقة فيك، بدايتنا والنهاية هتكون بيك، واحتفالنا بميلادك لينا وفينا أكيد ده مفرح قلوبنا.
رسم التاريخ بمعاده وادانا رجاء بميلاده. وعلى الأرض عاش بين كل الناس وبدينا حياة بحياته. رسم التاريخ بمعاده وادانا رجاء بميلاده. وعلى الأرض عاش بين كل الناس وبدينا حياة بحياته. يا إلهنا دي قلوبنا متعلقة فيك، بدايتنا والنهاية هتكون بيك، واحتفالنا بميلادك لينا وفينا أكيد ضمطر راح قلوبنا. ولا أعظم منه شفنا إله، ولا لقينا في غيره حياة. عظيم وبنفسه تجسد مبارك اسمك يا ابن الله. ولا أعظم منه شفنا إله، ولا لقينا في غيره حياة. عظيم وبنفسه تجسد مبارك اسمك يا ابن الله. يا إلهنا دي قلوبنا متعلقة فيك، بدايتنا والنهاية هتكون بيك، واحتفالنا بميلادك لينا وفينا أكيد ضم فرح قلوبنا. يا النهاية هتكون بيك، واحتفالنا بميلادك لينا وفينا أكيد ضم فرح قلوبنا، ضم فرح قلوبنا، ضم فرح المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. كل سنة وحضراتكم طيبين.